معلومة مشاهدي الكرام، معلومة القرص منين طابو، راه مجاور طيب طبيعي وجاو زوينين، ان شاء الله تجربوهم وانتم فرحانين بصحة جيدة. السلام عليكم مشاهدي الكرام من قناة غداتي كل يوم، كنحييكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. اليوم بغيت نصوب هادوك، نصوب القرص القراش. عندي طحين راني دايره فيه الخميرة، خميرة ديال الخبز، عندي 500 غرام ديال الطحين، عندي الزنجلان، كاس ديال الحليب، الزرارع، النافع والبسباس، السكر، كل واحد يدير قياسه، كاس ديال الزيت وزوج البيضات. غادي نبداو على بركة الله. غادي نديرو هنايا في هذا الحجان، غادي ندير هاد الطحين، ندير فيه الخميرة، غادي ندير السكر، كل واحد يدير قياسه، الزرارع، الزنجلان، ندير شويه وشويه نخليها تزيد، وغادي ندور هذا الشيء ونرجع ندير السوائل. غادي ندور هاد السوائل، هاد السكر وهذا، غادي ندير الزيت هو الأول، وعندي الزهر هذا ما قلتلكمش عليه، نروح ندير الزهر، اللي بغا يدير الزهر عادي يدير الزهر عادي، أنا درت هذا الزهر، غادي نديرو في الحليب. بغيتو باش تجيني المدة ديال الزهر في هاد القريصات، نزيد هاد البيض، زوج البيضات، ونزيد الحليب شوية بشوية، بغيت نديرها جاية راح خفيفة، غادي نزيدها شوية ديال الحليب، نزيدها شوية ديال الحليب، أنا درت واحد القطيرات ديال الخل، نسيت ما قلتها لكمش. دابا غادي نخليها هكا تطحن حتى تخفف عندي العجينة، أنا درت العجينة خفيفة، ونخليها تسلق واحد 5 دقايق في هاد الماكينة، اللي يديرها بلا هاد العجانة يدلكها مزيان باش تجي زوينة. دابا راه دازت 5 دقايق على اللي راني مخدمة هاد العجانة، وراني زدت الملح، وانا كنت نسيت ما درتش الملح، راني زدت الملح، وهادي هي. دابا غادي نحبس هاد العجانة ونخليها تخمى. العجينة راني درتها خفيفة خفيفة باش تجيني باش يجوني القرص زوينين، هاهي عجينة خفيفة، راكم تشوفو منين دلكت كي راها
كرهه مزيانه. دابا غادي نخليها غير هنا ونديرها ندير لها سوليفه نخليها تخمر. العجينه هي خفيفه بزاف باش يجيو القرص زوينين. ها نتوما دابا غادي نخليها تخمر. هذه هي دابا العجينه حيا خمرت ضافت. دابا غادي نديرو نديرها كاديه في الزيت باش ما يلصقيش العجين. غادي ندخل هاد الريحه ديالها زوينه، ريحه ديك النفع وما زهر راه زوينه راه عطيه. دابا عندي هذا بكل سهوله كنديرو يدينا في الزيت هكا، كناخذو شويه ديال العجين كنبقاو نديرو هكذا كنزولو ونحطو نعاودو. ماشي صعيبه نهائيا، ما كان ما سهل. نديرو هكذا بحال حنا نديرو السفنج، نديرو هكذا هكذا ونحطو في الطاوة في هاد البلا ديال الفور. زويته ما كتلصق ما والو. انا كنرص دابا كاع حل الكريسات ودرتهم هكا رقاق لان ما بلديين، وغادي ندهنهم بالبيض ندير لهم الزنجلان ونديرهم يطيبوا على فرن تاع 180 درجة الحرارة. هاني كرست هاد لي بغيوش ولا القرص، هاني درتهم هكا رقيقين لأن مبلديين. غادي نخليهم يخمرو ندير لهم ندهنهم بالبيض ندير لهم الزنجلان ونديرهم يطيبوا على درجة الفران الفوق شعل من تحت ومن الفوق درجة 180 وديك الشالوغ تورنونت. من بعد لي خمرت لنا العجينة درناها هكا كويرات حتى ارتاحو دوك الكريسات. هادو هما الكريسات اللي دهنتهم بالبيض، هما تقريبا خمرو. وهادو درت لهم السكر وهادو درت لهم الزنجلان وهادو درتهم كعيكات هكذا، حتى هاديك درت لها السكر وهادو درت لهم الزنجلان. وهادي هي لغوسيت، ان شاء الله تجربوها نتوما فرحانين بصحة جيدة. نتمنى لكم الصحة والعافية ان شاء الله. بغيوش هما وجدو رطيطبين وخفاف في هذا ديالهم، كي دايرين خفاف بزاف رطيطبين زوينين. جربوهم راهم جايين زوينين بزاف، واحد الرائحة زوينة هنا في كوزينة ريحة عطية زوينة. إن شاء الله تجربوهم أنتم بخير وعلى خير وصحة جيدة.